كاتالونيا ليتي الدور الايطالي السيري اي الجوله 36 وين مباراه كانت قويه وين نقولوا باللي شاهدنا الهدف الفوز لبولونيا في الدقيقه 93 في نهايه المباراه وين شفنا كيفاش بولونيا وين يفوز على ليتي مباراه اللي كانت قويه شاهدنا كيفاش رودريغو اللي سجل في الدقيقه الثانيه روبرتو اللي سجل في الدقيقه الخامسه لبولونيا لكن شاهدنا كيفاش وين تقليص النتيجة ماركو في الدقيقة 47 فيليبو اللي عدل النتيجة في الدقيقة 66 باش يماركو لك هدفين في 5 دقائق يعني الحسابات كلش يتغير بالنسبة للمدرب شنا فابيرو المدرب تاع ليتشي وين دخل بخطة 4-3-2-1 شاهدنا كيفاش سيناسيا المدرب تاع بولونيا اللي دخل بخطة 3-5-2 يعني وكلش تغير في بعد 5 دقائق وين كل مدرب وين غير التشكيله تاع غير الخطه تاعو شنا كيفاش التغييرات تاع اللي دارهم المدرب تاع ليتشي وين كانت محكمه لكن نقولوا في الاخير وين موسى بارو اللي سجل الهدف وهدف مخادع يعني نقولوا خط وسط ميدان وين سجل الهدف شنا فيدريكو شنا نيكولا شنا ريكاردو يعني شنا اندريا شنا رودريغو اللي خرج في الدقيقة 69 موسى باري شنا كيفاش روبرتو اندرياس ماتيس جاري شنا كيفاش ستيفانو دانيلو ابراهيم مابي لوكاس الحارس اللي انقذ المرمى تاع بولونيا خاصة في 10 دقائق الأخيرة وين نقولوا بلي تألق وانقذ المرمى تاعو شنا جابرييل شنا جولي من جانب ليتشي شنا كيفاش فابيو شنا باس شنا كريستيان شنا ماركو يعني كانت أنطونيو شنا فيليبو ريكاردو شنا كيفاش أندريا زانا شنا كيفاش ياكابو يعني اللي دخل في الدقيقة 59 وي كانت الدخول تاع اللاعبين هذو اللي عطى دفعة قوية للاعبين تاع ليتشي وشنا كيفاش المدرب وين غير الخطة تاعو وين دخل بخطة 4-3-2-1 شنا كيفاش الشوط الثاني اللي لعب خطة وشنا كيفاش التغيير تاع بولونيا وين لعب خطة 4-2-3-1 يعني غير الخطة تاعه في الشوط الثاني شنا الشوط الثاني ليتشي وين عدل النتيجة رغم أنه انهزم لكن لعب مباراة كبيرة رغم الانهزام تاعو بصح لعب مباراة كبيرة شنا كيفاش ليتشي وين نقولوا باللي لعب خطة 4-3-3 وين كانت النتيجة تاعها إيجابية وين عدلوا النتيجة لكن موسى في الدقيقة 93 بغفلة من المدافعين والحارس وين تلقاو الهدف الفوز لبولونيا أمام ليتشي اللي كانت مباراة قوية مباراة كانت في القمة رغم أن شنا كيفاش الإحصائيات كنت نتكلموا إحصائيات اللي كانت قوية بالنسبه نقولوا باللي بولونيا نقولوا بولونيا 57% 465 تمريره بولونيا ليتشي 43% 341 تمريره ليتشي يعني كانت المباراه كانت شيقه مباراه باش تشوف فوز في اخر دقيقه مباراه كانت ريتم عالي جدا نقولوا كانت ريتم عالي جدا ضغط كبير يعني هذه هي المباراه الجوله 36 الدور الايطالي الدوري الإيطالي سيري أي بولونيا 3 أهداف ليتشي هدفين فوز بولونيا على ليتشي في الدوري الإيطالي السيري أي صحيح.